نأتي الآن سيداتي سادتي دائما في سفر التكوين إلى الفصل الثالث الآية الأولى وتابع، حيث الكلام عن الحية وعن التجربة. وطبعا السؤال، هل هذا الكلام حقيقي أم مجازي؟ يعني كان في فعلا حية تحكي، وما هي قصة شجرة الحياة وسط الجنة، وما هي قصة شجرة معرفة الخير والشر؟ أول شيء الحية، خلينا نشوف الحية. هي طبعا رمز لقوى الشر، هي رمز للشيطان. خلينا نقرأ هاي النص العبري الأصلي. והנחש היה ערום מכל חיית השדה. يعني كانت الحية أمكر حيوانات الحقل. هنا في تلاعب بالألفاظ بين عروم يعني ماكر خبيث، وبعدين ما حصل للإنسان بعد ما أكل من الثمرة المحرمة. شو بيقول بعدها؟ بيقول إنه الرجل والمرأة أكلا من الثمرة المحرمة. الآية السابعة، شكرا أخي الكريم. الآية السابعة بيقول إنه انفتحت أعينهما فيدعو كي عيروميم هم وعلم أنهما عريانان. عيروم بعيدا منكم العاري، وعاروم الماكر الخبيث. إذن ما هي الحية؟ إذن مش أفعى، يعني هذا رمز للشر للشيطان. أما الخطيئة، ما هي الخطيئة؟ الخطيئة كما تفسر لنا المرأة ذلك، تقول إنه إحنا قالنا الله إذا أكلت منها شجرة معرفة الخير والشر تصبحان كإلهين عارفين للخير والشر. الإله ليس فقط يعرف الخير والشر، بل هو الذي يحدد، هو المشترع الإلهي الذي يحدد هذا خير هذا شر. ما هي هذه التجربة إذن؟ الشجرة هاي لا تعني شجرة، مع أن القديس يوحنا الدمشقي بيقول أنه في ناس بيفسروها أيضا حرفيا كشجرة، ولكن معناها واضح، مش معنى معرفة الخير والشر. الله ليس ضد المعرفة، بالعكس. تقول العزة الإلهية في سفر هوشع: هلك شعبي من عدم المعرفة. إذن الله يريد منا المعرفة، ولكن معرفة الخير والشر هنا بمعنى تحديد أنا الإنسان حسب مصالحي وأهوائي ونزواتي وشهواتي أحدد هذا حلال وهذا حرام، ما يناسبني حلال ما لا يوافقني حرام. هيك هذه كانت التجربة الأولى المرموز إليها بشجرة معرفة، يعني تحديد الخير والشر. في ناس يقولوا طيب وشجرة الحياة؟ هنا يأتي النص يعني برد، اللي هو إنه بعد ذلك قال الله بسخرية إلهية مقدسة من أبوينا الأولين: ها إن آدم صار كواحد منا، ها إن آدم صار كواحد منا عارف للخير والشر.
إذن طبعا فلعله يمد يده إلى شجرة الحياة ويعيش إلى الأبد. الرمزان هنا رمز شجرة الحياة ورمز شجرة المعرفة والشر متكاملان للتعبير عن الصفات الإلهية. من الصفات الإلهية أنها مشترعة تحدد الخير والشر، وأن الإله بخلاف الخلائق خالد لا يفنى ولا يزول أزلي أبدي. إذن الرب الإله في سخريته بعد ما ارتكب الإنسان الأول الخطيئة بإعاز من حواء، وتعرفوا أنه دور حواء في وقته وفي العالم كبير، وقيل أنه أكبر فتنة هي من النساء. على كل حال أنه شو تقول العزة الإلهية؟ ها أن آدم صار كواحد منا، هنا الجمع الجلالة، أو في ناس يقولوا الله يخاطب الملائكة هنا، ولكن أكثر هو جمع الجلالة الذي نجده أيضا في النصوص القرآنية. وبعدين إذن الخلود من جهة والاشتراع من جهة، ها إن الإنسان أصبح مشرعا وها إن الإنسان سيكون خالدا. راح يا أكل من شجرة معرفة الخير والشر، صار هو يحدد الخير والشر، صار هو المشترع، وهيه صار كمان بده يمد إيده لشجرة الحياة ولا يموت، وسبحان من قهر عباده بالموت. ماذا نستنتج؟ سئلنا طيب شو هي التجربة إذن؟ التجربة مش بس حصلت مع أبوينا الأولين أيها الأعزاء، التجربة هي تجربتنا التي نتعرض لها في كل يوم. ما هي هذه التجربة؟ أن نخالف شريعة الله، أن نحدد نحن ما يناسبنا وما يوافقنا، أن نقول لله لتكن مشيئتي بدل أن نقول له كما علمنا السيد المسيح لتكن مشيئتك. إذن هذه رموز لحقيقة فعلا تمت في أول التاريخ. أبوان الأولان رجل وامرأة، على فكرة نجد هذه العناصر كلها أيضا في النصوص القرآنية أيضا، زوجان، إبليس، شجرة، نهي إلهي، وظهور بعيدا منكم السوءة أو العورة. ولكن أريد أن أختم كلامي بعد إذنكم طبعا بنص مؤثر في سفر التكوين فصل 3 آية 15، حيث يقول الله للأفعى يعني للشيطان: وأجعل عداوة بينك وبين المرأة. المرأة هي اللي جابت لنا الدور مع آدم. أجعل عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها، وهو يسحق رأسك. وبعض المفكرين يقربون هذا النص، لا أدري إذا كان يجوز ذلك إسلاميا، ولكن برضو من نص مؤثر في تفسير شعبي مقبول أعتقد وآمن من سورة آل عمران الفصل الثالث، عندما تضع والدة السيدة العذراء تضعها طفلة وتقول إني وضعتها أنثى وليس ذكر كالأنثى، وتخاطب الله وتقول إني أعيذها بك ونسلها من الشيطان الرجيم. يعني تطلب الحماية للطفلة مريم ولنسلها أي المسيح من الشيطان الرجيم. لو بدل الشيطان حطينا الأفعى، إذن المسيح ووالدته أو العذراء هي المرأة، والعذراء مريم طبعا هي المرأة، ونسلها هو المسيح الذي سيسحب رأس الحية. على كل حال أرجو لكم جميعا أيها الإخوة والأخوات مشاهدات والمشاهدين ما طلبه وما رجاه مار بولس رسول الأمم الإناء المختار للمؤمنين: أطلب من الله أن يسحق تعالى عاجلا الشيطان تحت أقدامكم، أدامكم الله، وشكرا.